ملتقى تفاكري بعد نجاح اللقاءات التفاكرية النوعية مع الأئمة في ولاية الخرطوم، والأثر الواضح على هذا التلاقح الفكري والمعلومات التي تحصل عليها. ولذلك بدأنا المرحلة الثانية من مراحل الحوار مع فئة هي من الأهمية بمكان، هي فئة الشباب. في هذا الملتقى الهدف هو تحديد مسارات مناقشة قضايا الشباب والحوار معهم، وكذلك تحديد القضايا والمشكلات وتلمس الحلول والمعالجات لهذه القضايا لتكون مبادرة من ولاية الخرطوم تتسق مع المبادرات المختلفة سواء كانت ولائية أو اتحادية تتكامل معها ولا تتقاطع. وفي السياق ذاته دعا عدد من قيادات